السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله نعمله مع بعض سمك بوري بالزيت والليمون، طريقه حلوه وجميله خالص. البوري اهوت انا جبته غسلته بالخل والملح والليمون وشطفته حلو وسيبته ما صفى اهوت ما شاء الله عليه. واقول لكم على المكونات الجميله الرهيبه للخلطه بتاعته: فلفل احمر حامي واخضر اهوت، يعني 3 4 قرون صغيرين كده، وتوم فصوص توم يعني راس توم مع الاربع سمكات، ونص كوبايه زيت، نص كوبايه ليمون وكمون وملح، ونص معلقه شطه، وانا هحط معلقه خل صغيره احط اهوت، هضربه في الخلاط. بس انا هوريكم ازاي هشرح السمك قبل ما اعمله اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. السمك كده اهو، اهو اشرح بس كده اهو. بسم الله ما شاء الله. السمك يا حبايبي اهو، قطعت بطاطسيه تحت منه، والخلطه اللي انا عملتها اهي هشرب بقى كده الفتحات دي اللي انا عملتها بالسكينه اهي. وممكن بقى تسيبيه نص ساعه او ساعه في الثلاجه، هتاكلي سمك بقى بالزيت والليمون، جميل جدا، خطير، ماليش حل، يعجبك جدا ان شاء الله. واحطه بقى، تتبله شويه واحطه في الفرن، وبعد ما يطلع من الفرن هوريهولكوا يا حبايبي.